السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله من جديد في قناة خالد. تحياتي للجميع، فأتمنى لكم مشاهدة ممتعة. وقفنا آخر مرة هنا في المرحلة 10، والآن هذه المرحلة رقم 11، فأتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وإن شاء الله نستكشف كل شيء في هذه اللعبة. في بوابة هنا، خلينا نستكشف ونشوف. واو، أتنت خيمة. It looks untouched. Too sacred for them, maybe. على طول هيجو راح جلس فيها. يا عمري يا هيجو. Hey, do you know whose room it is? It is. Basilius. Basilius اللي هو الطفل الصغير اللي شفت الكرسي تبعه هناك في الخارج. فواضح إنه هذا الطفل الصغير كان عنده قدرات نفس قدرات هيجو. شوف حتى الطائر معلق، طائر هنا نفس اللي كان يحلم فيه هيجو. شيء غريب. نو جميل، كان يعامل باسيليوس مثل ملك. ربما كان ملك فعلا. هذا حصان. لابد أن كان في مثل سنك. ممكن والله كان فعلا في نفس سن هيجو. طيب نكمل هنا ونشوف. انظر إلى ذلك. إنهم ناس، ربع الناس مهمين. كما رجع الحكماء في النظام. إنهم أشرار، أعتقد أنه أطلق عليهم هذه الكرة. فعلا هيجو، أنت الصح. ويلا نكمل ونشوف الباب اللي بعده. واو، شوف درع. ما هذا؟ انه درع سيدة. اها، كانت حاميته. اوكي، الان وضحت الصورة تمام. ففعلا كان في شخصية نفس اميسيا ونفس هيجو ونفس المرض اللي فيه هيجو، وهذه الحامية هي اللي كانت تحمي هذا الطفل في هذا المكان. فراح نستكشف أشياء كثيرة في هذه اللعبة. والله صار في أحداث كثيرة، وبينت الآن الحروف، النقط على الحروف بانت. هي حليلة وكان يلعب هنا. أقراص الشمع إنها منحوتة. لقد رسمها. هناك أيضا رسم نفسه معها، كان يحبها. نفس حب هيجو. الوقت مع النعم، هذا غريب جدا. يلا اللي بعده. كان بسيم كان يكون صديقي. يا حبيبي هيجو. هذا الطائر. The phoenix is the order. طائر العنقاء هو النظام. It's just that. Sorry, boy. But no. That explains why it stands above the child. ليش عليه كذا زي السلاسل وكأنه مربوط؟ هذه نفس اللي شفناه الظاهر في الدائرة الكبيرة اللي حرقنا الحول العشب. فنفسه أحس. طيب دخلنا غرفة ثانية ونستكشف هنا في هذه الغرفة. يبدو ما تبحثان عن تام. هذا زي المختبر تبعهم. عموما نتفحص ونكمل من جديد. ثمة خط ماء. بأنهم قد أذوه أيضا. والله مسكين الطفل، فعلا ممكن أذوا الطفل وأذوا حتى الحامية اللي كانت معه، لأنه شوف درعها موجود هنا. مسكين والله. يا حبيبي اعتذر من أميسيا.
أين أنت يا صوفيا؟ أها خلف الستار. Come on, Hugo. What is this? No door. طيب خلينا نكمل ونروح عند صوفيا. وصلنا هنا مكان مكتبة. وش في ذا؟ كأنه قفص. دقيقة خلنا نرجع هنا ورا. إن فوق طاولة المختبر. هذا خطأ. هؤلاء الأوغاد يقفون هناك وينظرون إليه. علينا التركيز. مسكين والله. ما هذا؟ خمين اللي تحدثت عنهم كل ما حدث للناقل. الأحداث مرتبة تاريخيا وآخرها بتاريخ عام 541. ما المكتوب؟ لم أدرس اللاتينية منذ كنت في لكن النص يذكر باسيليوس. باسيليوس اللي هو الطفل وإيليا حاميته. إيليا دراغوس his protector. It really did all happen. حدث كل ذلك بالفعل. كانوا مثلنا تماما. شفتوا كيف؟ فعلا نفسهم بالضبط. أخذ النظام منها الناقل. فتمردت وقبض عليها بالقرب من برج مستدير وأخذوها عفوا إلى كنيسة صغيرة داخل حصن. وباسيليوس أين هو؟ غير مذكور. يا الله، يعني تخيلوا فصلوا الحامية من الطفل هذا فما يدرون حتى وش صار مع الطفل. أشرار هذاهي، لازم نهرب من هذه الفتحة. فما رح أطول، رح أطلع من هذا المكان. شوفوها هذه الكاهنة مع زوجها اللي استضافونا في القصر، هذاهم هين. فخلينا نعدي المرحلة هذه. طلعنا من الفتحة هذه السيئة النتينة. فيلا نكمل المشوار. والله أحداث كثيرة وكلها مترابطة مع بعض، وراح نكتشف كل شيء بإذن الله. اللي بعده. كيوت هيجو. سنبحث إذن البرج المستدير. اتفقنا. يلا يا بطل. حبيبي يحس بإحباط لأنه ما لقى الشيء اللي في باله. إن شاء الله أن نحصل الشيء اللي في باله ويتشافى يا رب. هيا بنا. هذه الجزيرة ترى على فكرة مرة كبيرة، ونفس الشيء قلت لكم لازم تبحثون عن الطائر. الطائر هو اللي راح يبين لكم مكان الغرفة هذيك اللي شفناها اللي أنا حركتها. فأتوقع أنه راح ممكن نرجع له بعدين، ما أدري صراحة. فراح نشوف إيش الأحداث وين بنروح بالضبط فنستكشف. I'd rather be a sinner and be free. So I escaped. خاطئة. I joined my father and. We must be careful. If my dream was wrong, more things can be wrong. Hey, look around you. It's fine. We're centuries later, right? She's right. To town. طيب كملوا سيدا راح تلقون هذه القلعة لأنه هنا المكان موجود. أنا مشيت الخطوات. كملوا على طول سيدا نفس مكاني. مكان مغلق، أتوقع هنا الطريق. ممكن كالعادة هيجو يدخل. هيا! أوكي تمام مفتوح. نكمل اللي بعده. طلعنا هنا فوق علشان نفتح الباب هذا اللي كان تحت مسكر. فنفتح الباب ونروح تحت. يلا نكمل لين نوصل فوق. وصلنا هنا فوق بأمان الحمد لله، ما في أي أعداء هنا كان تحت. فإن شاء الله خير. There it is.
واو هذا هو الحصن. والله شوفوا كيف محوط، فلازم نروح هناك اتوقع. They must have considered the place too sacred. There is only one way to find out. Yes. اتوقع اللعبه قربت للنهايه. Let's move. اللي بعده، وصلنا هنا في هذه المنطقه وكان الجسر مكسور، فبضطر اني اطلق سهم هنا علشان انزل هذا الجسر النص حتى نقدر نروح الجهه الثانيه. هيا ها ها يس يلا هيجو it works. The golden staircase up. Will it hold? Just don't jump on it. Climb up. طيب نكمل خطواتنا تحت فما له داعي اسجل كل هذا. اللي بعده وصلنا هنا. يو يا الله في جنود هنا. لازم امشي بشويش. طيب بخلي هذا يعدي علشان اقدر ادخل داخل. انا مت لا اخفيكم، مت هنا اكثر من مره. اذا كشفك اي واحد بس تخبى بالعشب. عدي ذا. طبعا رحنا هنا شوي قدام وفي بوابة هنا على اليسار عليها خشب كبير مرة فهو اللي مسكر الباب، وهنا في واحد مدرع هذا والثاني، فأنا بضطر إني أطلع هناك فوق إن شاء الله إنه ما يشوفني. بس طيب خلينا نروح فوق ونكمل. وصلنا هنا الآن، بطلق سهم على هذا الباب اللي هنا علشان نروح الجهة الثانية. أمه الله يستر في تحت اثنين جنود. ذبحت كثير ومت كثير في هذه المرحلة فالله يعينكم هنا. يو شافني، خله يطلع فوق شوي. ايوه يلا 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 رايقو. يلا صوفيا صوفيا يس الحمد لله احلامان. اللي بعده طيب اعطي امر هنا صوفيا فعل الرافعة هذا اللي هنا لان الباب هذا مغلق واحتاج اني اكسر هذا الباب. تمام راح نطلع فوق. في شيء هنا؟ ما في شيء. تمام اي تذكار موجود راح اعطيكم اياه باذن الله، فأنا ما يهمني حاليا جمع التذكار بس عشانكم إذا شفت راح أقول لكم وين مكان التذكار. أيوة الآن راح نفتح الباب. بوم يس كفو. طبعا مشيت انا الاحداث اللي هنا لان كان في عنف صراحه في الاحداث هذه، فانا مشيتها. كان الجنود يعدمون اشخاص كثير وهنا عصب هيجو وهجم عليهم. يا الله يا هيجو اختو عصبت عليه. يا ربي منا مسكين طفل. يا حبيبي مستاوي بيساعد. فأمانة اللي ما لعب اللعبة أول شيء يلعب الجزء الأول، لا يفوتك الجزء الأول، بعدين ادخل العب الجزء الثاني. حرام تلعب الجزء الثاني وانت ما تفهم القصة، ما انصحك نهائيا. فالعب الجزء الاول بعدين انتقل الجزء الثاني. يلا نكمل اللي بعده.
وصلنا هنا في زي الجدار هنا، أحاول إني أطلع فوق. بس خليني أرمي السهم. يلا ميسيا، يلا يلا كفو. طلعنا هنا فوق. أوكي تمام، هذا تذكار، فاللي حابب إنه يأخذ التذكار بيحصله هنا في هذا المكان. طيب علقت شوي. عموما أخذنا التذكار ونكمل الطريق. أوه جنود في كل مكان. اللي بعده بحاول نعدي هنا في هذا المكان، لأن جنود في كل مكان. طيب هذا بقضي عليه لأنه مدرع، هذا عنده شيلد. ما عليه، هذا حتى لو يشوفني اللي هنا ما راح يقدر يقضي علي. بروح على طول اتخفى في العشب اللي هنا، ما راح يشوف نهائيا، راح يرمي على اخر مرة شافني فيها راح يرمي العشب او نار اي يكن. فشوفوه الان بيحاول انه يستكشف اخر مكان لي. مزعج هذا بالنار، شفتوا كيف؟ بس بسرعة اهرب من المكان، لا تجلس لان العشب راح يولع. ولا اخفيكم ترى مت هنا. رغم التخفي، بس المكان ما هو صعب انك تهرب منه ابدا، يبغالك بس تركيز وحتى صوفيا تساعد. هنا في جندي، بروح هنا. كفو في عشب. يلا صوفيا، ايوه هذا هو البوابة. وصلنا بسلام. بنزل تحت، ما ادري البوابة، لا مسكرة صح البوابة هذه. الـ هذا نزل تحت، شك فيني، ان شاء الله انه ما موجود هنا. يلا بسرعة. يس كفو، تم الهروب بنجاح. اللي بعده يا لطيف فكها. كفو صوفيا. عموما وصلنا لنهاية هذا الجزء، بإذن الله راح أنزل لكم الجزء اللي بعده قريب إن شاء الله. فكل يوم بإذن الله راح أنزل جزء من هذه اللعبة المميزة، وأشوفكم بإذن الله على خير. مع السلامة، ربي يحفظكم.